دانيا، شو رح نحكي؟ انا بدي احكي على هول الاسعافات الاوليه للحالات العاطفيه، يعني اللي بنلاحظه دائما انه واحد بيجرح ايده بحط اسعفيني لو سمحتي كثير في اهتمام بالامراض الجسديه، دغري الواحد بيروح عند دكتور. بس اللي ما عم بيصير دائما انه ما عم ينتبهوا الناس على الصحه النفسيه تاعتهم، يعني بيصير في عنا كثير صدمات وشغلات، كيف بدنا هول نعالجهم؟ يعني واللي بتشكل كمان مشاكل صحيه طبعا مرتبطه بالمشاكل بالمشاكل الجسديه. رح نغوص اكثر بتفاصيل مواضيعكم بسياق حلقتنا، وهل ننطلق بمواضيع حلقتنا لليوم؟ ومثل ما جسمنا بس يتعرض لاي جرح نسارع الى الاسعافات الاوليه، هيك هي نفسيتنا كمان بحاجه لاسعافات اوليه نفسيه، مثل ما ذكرت ضيفتنا اللايف كوتش والمعالجه النفسيه دانيا دبيبو. عن جد بنحييكي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دانيا. دانيا عم تحكي عن الجرح النفسي، شو هي الحالات اللي بتستلزم هالاسعافات الاوليه؟ ولا شوفي بنعرفها يمكن لما بنختبرها، اكثر شيء بضايقنا الصدمات مرات، مزبوط؟ ننصدم بعالم ناس بتجرحنا، علاقات عاطفيه بتنتهي، فشل بشغل او بشيء معين، او فقدان شخص كمان، او فقدان شخص طبعا، او الشعور بالوحده، يعني هول بيعملوا هيك مثل جرح نفسي مرات كثير، ومرات بيطول بيصير نزيف عاطفي. هيدا اللي بدنا نصير ننتبه له لما نطول، لانه مرات كثير عم بيصير معنا اشياء اوكي بنتضايق، بنضل يومين ثلاثه مثلا، لما بنكون عم نطول عم يمرق اسبوع اثنين ثلاثه بعدنا بهيدي الدوامه، وعم بيصير تنعكس على كثير شغلات، هون بنقول لا بدها اسعافات اوليه خلص، انه ما في الواحد لانه يكمل ما بيعود عم بيشتغل منيح، ولا بيكون عم ما بيعود عم بيقدر يركز، بس نفوكس على هالحاله الموجود فيها، بصير بيسيطر هيدي الفكره او الشيء اللي صار دائما على تفكيره، وبيكون عاطفيا عم يتضايق او يتضايق او يتلوى. طب دانيا، شو اول خطوه او اول عمل لازم نقوم فيه لهالاسعافات؟ بتعرفي شو اهم شيء الواحد ينتبه انه هو عاطفيا عم ينزف، يعني في ناس ما عندهم هيدا الوعي، انه بيكون عرفتي عم بيتارك حاله وعم بيفوت بدوامه، ما هي لانه عم بيغرق اكثر، حلقه تسحب ونزول نزول، يعني اذا بتاخذي حدا فشل بشيء معين الطبيعي رد الفعل الطبيعي، نحن دماغنا عرفتي بيساعدنا نكون متنبهين دائما لشغلات، الفشل بخوفه للدماغ، فبصير بيضويله للانسان، بصير بيتذكر كل المواقع اللي فشل فيها، هون بصير عرفتي مثل اللي بينهز، بصير كثير تفكيره سلبي، بمجرد يعني اول خطوه يقول لا انا لازم انتبه لحالي، ما بدي ضلني عم فوت بهيدي حلقه انه عم فكر اني انا فاشل او انه كل شيء عم بعمله فاشل، بس يقطشها شوي ويصير يفكر هو شو نجح باشياء غيره. مثلا اذا عم ناخذ الفشل، شو هو اللي انا ناجح فيه؟ كثير بيساعد مرات يقعد الواحد هيك يفكر مع حاله، يقول انه من الطبيعي انا افكر حالي فاشل اذا فشلت بهاي، لازم انا اعمل ريفرس للبروسيس، يعني لازم انه شوف انا وين نجحت وبلش خطط لمرت الجاي، ما هي نحن دائما بنحكي على الفشل، انه هيدي الشغله اللي صارت انا شو في اتعلم منها وشو في يكون عم حضر لتاني مره لحتى ما افشل، هيك بكون. شوفي اكثر شيء بيضايقنا نحن لما نحس انه ما قادرين نعمل شيء، هيدا بيعمل كثير ستريس، فهون الناس مرات بتكون عم بتدور بنفس الحلقه عم بتنق على المشكله، مجرد ما انك تعملي شفت بالتفكير لانه شو ممكن ساوي انا؟ طيب اوكي هلا هيدا شيء صار، شو ممكن ساوي؟ هون الواحد بصير عرفتي اقوى، فهيدي يمكن اول اهم خطوه انه يبلش الواحد يساويها، يوجه تفكيره من فشل لشو ممكن يساوي احسن مثلا. طيب هيدي الطريقه من عده طرق ممكن نقوم فيها، لانه بس تكوني بالحاله وهالحاله الصعبه كمان صعب لحالك تطلعي منها. مزبوط. هي اول خطوه هي اصعب شيء، منشان هيك الانتباه ضروري لحالنا. مزبوط. قديش المحيطين فينا كمان لهم تاثير ودور كثير كبير انك تتخطي يمكن الفشل او هالحالات الصعبه؟ بتعرفي كثير مرات بتكوني عم تحكي مشكلتك لحدا بيقول لك خلص بسيطه يلا شدي لي حالك، او حدا قاطع بنفس الحاله كمان مثلا. شوفي هيدا اللي بيقول لك شدي حالك كثير بحب انا اجيب اكسر له اجره مثلا واقول له يلا مشي لي حالك، ما في الواحد هيدا الشيء الجسدي اللي منحسه كثير جدي مثل الشيء النفسي اللي الواحد بحسه، بيقولوا بحرك نفس منطقه الدماغ بالوجع الجسدي، لما نتوجع نفسيا بتتوجع نفس المناطق بتكون عم تتحرك للوجع النفسي، مشان هيك بيقولوا اذا الواحد بياخذ مسكن للجسم بيروق نفسيا شوي، فاكيد اذا كان عندنا هالسيركل او هالمحيط اللي بيقدر يتفهمك يقعد يقول لك ايه احكي لي شو اللي مضايقك، هون كثير بتتغير
تتغير نفسيته للواحد. مش انه تقولي له لا ما لك حق تحس هيك، لا لا انا عم بحس هيك، ما في حدا يقول لي انا شو فيي حس او لا. المهم يكون حدا عم بيسمع له ويكون عم بيوجهه شوي يعني على الحلول بعدين، او على تغيير يعني رؤيته لهيدا الشيء اللي صار. وهون بنشوف ناس خبراء ليش بترتاحي للناس. مثلا اذا نانسي كانت من هالنوع اللي بيسمع واللي بيوجهك بدون ما ينظر عليك كثير. ما بدي اقول لك مرات مثلا كنا عم تشكي لحدا من اصحابك بيقولوا لك انه ايه بسيطه وهيك، بتقولي لهم طب انه انتم منكم محلي لحتى اللي تعرفوا انا شو حاسه على المزبوط. بقى هون الطريقه يمكن كيف واحد يتعامل مع الشخص الثاني هي اللي كثير بتاثر. هيدي بتكون حد فاصل، لانه بيقولوا لك احدى الطرق للاسعافات الاوليه انه الواحد يجي يفضي لحدا، بس هالحدا بدك يكون قادر يسمع يعني. وكمان ما فيك تيجي تشكي همك لحدا اوريدي عنده هم كبير، مثلا تحسي حالك غلط بهالايام بتخافي لمين بدك تشكي همك مزبوط. كمان ممكن يستعملوها ضدك او شيء. مشان هيك مرات ناس بتروح عند اختصاصي معين، هيدا لا بيعرفني ولا شيء وحيشوف لي الاشياء من غير منظار. ايه طيب اكيد. دانيا بحال مثلا كنا فقدنا شخص عزيز على قلبنا، يعني موت، حاله موت او كمان انفصال، هون بهالحالات شو لازم الواحد مزبوط. يعمل؟ لانه بدها وقت الشغلة لحتى يتخطاها. اكيد هول الاسعافات الاوليه تاعتها صعبه شوي صح. يعني يا محلى انك تكوني مصدومه بحدا اذيكي. هول اشياء في واقع عم بيتغير ومؤلمه ايه، وبدها وقت مثل ما قلتي. كثير مرات امتى بتصير الشفت؟ يعني كمان بيقولوا من الطبيعي انه الواحد بخسران هيك شغلات بده يمرق له فتره شهرين لا ست اشهر عنده هيدا الوجع اللي ببلش بخف. لما بيطول هون المشكله. مرات في ناس تسحب معهم سنه حدا مثلهم وهن بعدهم عم بيتخيلوه بالبيت وقاعدين انه ايه هون كان قاعد ما بيكبوا تيابه، ما هون فيها خطر. ايه فهون يعني هولي بدهم حدا مختص يتابع معهم شوي. واللي دائما انه بنصير منوجه الطريقه للتوجيه انه نصير نحكي بالحياه كيف تغيرت وشو المعنى من خسارة هيدا الشخص. هيدا المعنى كثير مرات. مثلا في ست بتقلي انا توفى زوجي، طيب هلا شو بدي اعمل؟ ايه المعنى اللي طلع معها بعدين انه انا هلا حياتي حتصير مرتبطه اكثر مع اولادي. يمكن هيدا الوقت انه اللي حصير اقدر خصص لهم وقت اكثر لانه بدي اعوض لهم. حدا خسر شغله نفس الشيء، انه بصير المعنى تاعه انه اوكي خسرت هيدا بس انا صار عندي فرصه هلا اني فتش على شيء اللي انا بحبه. وحتى معنى الحياه بيتغير كمان. بتلاحظ الاشخاص اللي بتفقد يمكن شخص مقرب منها بصير عندها نظره للحياه مختلفه. ما بتقعد تزعل على امور بسيطه هيك صح. مزعل ما في شيء حرزين بالحياه مزبوط. هو اللي بيوجهوا الوجع عاده لاشياء مثلا مهمات فولنتير ورك، بياسسوا جمعيات العمل التطوعي كثير بيساعدهم لانه يمكن من هيدي الخساره يقولوا اه لكن انا الي دور لازم ساويه. هون بتصير بتحسيها فعلا عم يسعفوا حالهم بانه يتكيفوا مع هيدي الخساره اسرع. طب هل النصائح او هالاسعافات الاوليه ممكن تنفع لاشخاص ولغير لا؟ شوفي ايه مرات كثير لازم نشوف نحن شو بيناسبنا. يعني خدي حدا مثلا شخصيته واثق من حاله كثير، هذا لما بيتعرض لجرح نفسي بتحسيه دغري عم ينهض منها. اللي شخصيته فيها شوية هالضعف بالثقة هون بده يصير هو يخصص وقت أكثر ليرجع إعادة بناء ثقة أكثر، بيتعذبوا هو الأكثر. فهي نسبية فعلا لأنه دايما هول الأشياء الجرح النفسي بيأثر كثير على الثقة بالنفس. بدنا نرجع نقعد نشوف إنه كيف فينا يعني نرجع نبنيها هيدي. وهيدي بتصير مرات مثلا في يقعد الواحد مع حاله ويحس حاله إنه طيب أنا عندي رفيق البست فريند تاعي صاير معه هيدي الشغلة، شو ممكن قله؟ بلش اكتب له مكتوب، وهيدا المكتوب بنكون عم نوجهه لحالنا. في طرق كثير، في الناس يعني اللي بتقعد بتكتب هي لحتى تعلي ثقتها بحالها او تطبب حالها. في بتناسبها مثلا مثل ناس اكثر من ناس ثانيه. في ناس بتتوجه لعمل رياضه، بتصير بتعمل رياضه كثير او بتشغل حالها. هيدي الانشغال بيقولوا لك اذا لقيتي حالك غرقانه بالتفكير السلبي، لان في ناس خلص بصيروا عم يشتروا الفكره. قعدي اشغلي حالك بشيء ايجابي، مثلا شيء بده تركيز،
بتحسي هيدي الرغبة لأنك تغرق بالتفكير السلبي عم بتخف. فالناس بدها تقعد تتعلم هول الإسعافات الأولية العاطفية وتشوف أي هي اللي عم بتساعدها أكتر. إذا التفكير السلبي هو اللي طاغي مثلا فينا نقطشه دايما ونبلش نتحديه نشوف وين أنا في عندي إشياء بوزيتيف مثلا. إذا النفسية الثقة بالنفس هي اللي أكتر شيء متضعضعة هون بدنا نلجأ للتكنيكس تبع إعادة بناء ثقة مثلا حسب شو هو الظرف اللي عنا أو الرياضة أو الأصحاب. يشوف كل واحد المعيار اللي بيناسبه أكتر لأن هيدي اللي بتخير. غير الثقة برأيك أنه حتى إذا كنا زعلانين من شخص أو إذا فقدنا شخص لازم نكتب شو منحس نطلع نعبر؟ تعرفي نانسي شريحة كتير قليلة اللي بشوفها أنه بتقعد بتكتب صح. كتير أنا يعني قليل يعني. كتير قليل يعني ببقى عم بتمنى عليهم يعني بليز إذا بدكم ما تحكولي كل شيء مرات في إشياء بيخجلوا مثلا يحكولي إياها. اقعدوا واكتبوا مكتوب مثلا أو اكتبوا عن الشيء لأن هيدا بيطبب الذات بيكون الواحد عارف الحلول من بعدها. أنا بقول لهم أنه حطوا حلول بعدين وشو تعلمتوا من هيدي الشغلة الليل اللي بيصيروا بيطبقوا هيدي الكتابة واللي بيطبقوها بيصيروا بيقولوا أنا تبعتها بتبعها كل حياتي أنه لما بيصير شيء بقعد بكتب مكتوب لحالي لحتى أرجع شوف شو بدي أعمل. شكرا دانيا رح جرب أنا أكتب من يوم ورايح وعبي بدي تخاطر على حالي مفعولة كتير قوي. شكرا دانيا مرسي كتير ومشوفك قريبا جدا إن شاء الله. وهلأ صار وقت ننتقل على المطبخ لعند الشيف جوي سائر لنشوف شو محضرت لنا لليوم.